اهلا بيكم. النهارده هعمل لكم دوناتس بشكل جديد خالص وسهل جدا وفي منتهى الروعه. وطبعا اي خيط بيبقى مكتوب عليه رقم الابره. نيجي نعمل بالخيط البيج، هنعمل عقده البدايه بالشكل ده، وهنعمل 18 غرزه سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ونظبط كده اهو. ونعمل في كل سلسلة هنعمل غرزة حشو بالشكل ده. يعني 18 غرزة سلسلة هيبقى فيهم 18 غرزة حشو. هخلص السطر وارجع. هنعمل عليها، هنعمل في اول غرزة حشو، هنعمل حشو والسطر كله هعمله حشو من غير تزايد ولا تناقص. هخلص السطر كله وارجع ثبات من غير تناقص ولا تزايد. كده خلصت السطر، هعمل غرزة حشو التانية تزايد حشو تزايد. تزايد. هخلص السطر كله حشو تزايد وارجع. خلصت حشو تزايد. لو عديناهم هنلاقيهم 24. هنعمل علامة. 1 2 3 تزايد. 1 2 3 تزايد. هخلص ورق. كده خلصت السطر على 30 غرزة حشو. هنعمل واحد اتنين تلاتة أربعة تزايد. واحد اتنين تلاتة أربعة تزايد. هخلص كده. خلصت السطر على 36 غرزة حشو. هنعمل واحد
اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، تزايد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، تزايد. هخلص ورقة كده. خلصت السطر على 42 غرزة حشو. هننقل العلامة. وهنعمل واحد، اتنين، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، تزايد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، تزايد. هخلص ورقة كده. خلصت السطر على 48 غرزة حشو. هننقل العلامة. وهنعمل واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تزايد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تزايد. هخلص كده. خلصت السطر على 54 غرزة حشو. هننقل علامة بالشكل ده. وهعمل واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تزايد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تزايد. هخلص ورقة كده. خلصت السطر على 60 غرزة حشو. هننقل العلامة. وهنعمل واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، تزايد، واحد، اتنين.
تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تزايد فخلص وارجع كده. خلصت السطر على 66 غرزة حشو. هنلقى علامة وأعمل سطر ثبات كله من غير تزايد ولا تناقص. خلص الثبات وارجع كده. خلصت سطر الثبات على 66 غرزة حشو. هننقل العلامة وهنعمل آخر سطر ثبات من غير تزايد ولا تناقص. هخلص السطر وارجع كده. خلصت السطر ثبات من غير تناقص ولا تزايد. هنقص الخيط واسحب كده واشيل العلامة خلاص مش عايزينها تاني. اعمل كده اهو وفي الغرزة اللي قبلها اعمل كده اهو انداري كده الخيط هنجيب الخيط التاني زي ما انتوا عايزين لبانيه بامبي فوشيا موف اللي انتوا عايزينه. وهنعمل هنكرر نفس اللي احنا عملناه بالشكل ده. هنعمل كده ونعمل 18 غرزة حشو هخلص 18 ورقة. خلصت 18 غرزة حشو حطينا العلامة وهنعمل تاني زي اللي احنا عملناه بالظبط في الوحدة البيج. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هخلص السطر وارجع كده. خلصت 18 غرزة حشو ثبات. هنعمل علامة. انا هعمل لكم بس السطر ده اعرفكم ان هي نسخة طبق الاصل من الوحدة البيج. هنعمل واحد حشو اللي جنبها تزايد حشو
زيت، هخلصها وارجع. وكده خلصت الاتنين زي بعض بالظبط، دي قد دي بالظبط. هنقص فتلة طويلة طويلة خالص عشان هتشتغل تاني اخر سطر بالابرة الكروشيه. احنا كده الشغل هيبقى على الناحية دي، احنا مش عايزينها من الناحية دي، احنا عايزين الشغل من على الوش مش على الظهر. هنعمل ايه؟ هنمسك كده حرف الشغل ونخرجه من هنا بالشكل ده، ونسحب كده الخيط اهي كده بالظبط كده اهو. احنا ده اللي احنا عايزينه. كل بقى الغرز دي هناخدها من الفرعين، ودي الفرع الامامي، ونعمل حشو دي من الفرعين والتانية من الفرع الامامي بالشكل ده، من الفرعين ودي كده من الفرع الامامي، من الفرعين والفرع الامامي اللي قصاده على طول. ناخد الفرعين وفرع واحد الامامي من الناحية التانية، ونعمل حشو فرعين وفرع واحد من الناحية التانية، ونعمل حشو. هخلص كله بالشكل ده وارجع كده بالشكل ده. قبل ما اخلص بقية السطر هسيب فتحة كده، وبالفايبر احشي كده من الناحية دي وكمان من الناحية دي، ونظبط كده. نحاول نظبطها وبعدين هنشتغل شوية وبعدين هنحشي تاني. هنقفلها شوية فرعين مع الفرع اللي قصادها، فرعين مع الفرع اللي قصادها. هخلص شوية وارجع بالشكل ده. سبت فتحة صغيرة وبرضو هحشي. والمرة دي نخلص كل الحشو عشان كده هنقفلها خالص، مش هينفع نحشي تاني. وكده خلصت حشو، هكمل
الفرعين وفرع داخلي، هخلصهم بالشكل ده. انتهينا المنزلقة، هنسيب واحد اتنين، وهنعمل في التالتة بالشكل ده عمود نايم كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، وهنسيب اتنين ونعمل مزرقة. وهنسيب اتنين، وفي التالتة هنكرر نفس اللي عملناه. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، ونسيب اتنين في التالتة ونزرقه بالشكل ده. هكرر كل السطر وارجع لكم بالشكل ده. قفلت منزلقة وهقص الخيط، نظمت الإبرة بالشكل ده، وهقص كده منتهى الجمال والروعة. هبتدي أعمل لها شوكولاتة بالشكل ده. كده كده مثلا كده، يعني انتوا مثلا هتعملوا دبوس دبوس كده كده كده، هثبتها وارجع لكم بالشكل ده. نهينا بمنزلقة، هنسيب واحد اتنين بالشكل ده. انتهينا بمنزلقة، هنسيب واحد اتنين، وهنعمل في التالتة بالشكل ده عمود نايم كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، وهنسيب اتنين ونعمل مزرقة. وهنسيب اتنين، وفي التالتة هنكرر نفس اللي عملناه. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، ونسيب اتنين في التالتة منزلقة بالشكل ده. هكرر كل السطر وارجع لكم كده. خلصت.
تبتها كده وهقص بالشكل ده. اعملوا الالوان اللي انتوا عايزينها، اي لون يعجبكم حطوه على بعضه. جمعتهم بالشكل ده، هوريكم المرة دي هجمعهم ازاي. احنا الاول في الوحدة دي عملنا في الفرعين، كده دخلنا الفرعين وعملنا السلسلة الفرع الايه الداخلي. يعني احنا عملنا ايه في اللي هي الاولانية؟ عملنا دخلنا الابرة في الفرعين واخدنا الفرع الامامي. لا، احنا المرة دي هنعمل الفرع الخلفي بالشكل ده. الفرعين دول والفرع الخلفي. الفرعين دول هم والفرع المقابل ليه الخلفي، وحسب ايه ما ترتاحوا للموضوع. هخلصها بالشكل ده وهسيب حتة صغيرة هنا ادخل منهم من الفايبر وارجع لكم. بس انا حبيت اعرفكم الطريقة التانية ده. نهايتها منزلقة، هبتدي اعمل 1 2 3 4 5 واعمل نص عمود في كل غرزة. هنعمل في الغرزة اللي جنبها منزلقة، هنعمل 1 2 3 4 وبعد كده نعمل نخليها وسط بين الاتنين. 1 2 3 4 ونص عمود في كله. بالشكل ده عملت 5 2 3 5 2 3 وفي الآخر عملت كله منزلقة. وهقص الخيط بالشكل ده وهدريه، هثبتهم بالشكل ده بغرز كده اهوت. يا ريت يكون خيط رفيع، خيط خياطة. وكده خلص الدونات بالشكل ده، الاتنين غير التاني خالص، بس الاساسيات طبعا هي هي. ممكن انتوا تبدعوا اكتر من كده يعني، بس حبيت اقول لكم الفكرة بس. وبالشكل ده خلص النوعين. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد.